الله يفوز بالتسعة يوم 9 بإذن الله. أكمل بقيت أخبارنا النهاردة في كرة على الهادي. كنا بنتكلم في أخبار نادي الزمالك وقلنا أن صالح جمعة رفض عرض الانضمام لنادي الزمالك تلقاه عبر أمير مرتضى منصور. كمان أمير مرتضى منصور عرض على عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي انضمام لنادي الزمالك. عمرو جمال قال له انا محتاج بس مهله هدرس العرض كده واشوف برضو يعني انا مصيري ايه مع النادي الاهلي في يناير اللي جاي، خصوصا ان القايمه هتبقى 30 لاعب بدل من 25 لاعب قبل ما احسم الخطوه اللي جايه بالنسبه لي. يعني كده عمرو جمال خلاص هيدرس عرض نادي الزمالك اللي تلقاه عن طريق امير مرتضى منصور. كمان عرفنا من مصادرنا وده خاص لبرنامج كوره على الهادي ان الزمالك بيقترب من ضم موسيس مهاجم حرس الحدود. طبعا موسيس لاعب حرس الحدود احرز هدف في مباراة الزمالك الاخيرة، كان هو صاحب الهدف الاول لنادي حرس الحدود. شفنا تحركاته كانت قوية جدا، لعيب قوي سريع هداف عارف طريق المرمى. فالزمالك بيفاوضه او يقترب من ضمه على حساب كابونجو كاسونجو. في رغبة عند ادارة نادي الزمالك لاعارة كابونجو كاسونجو لاحد اندية الخليج في يناير اللي جاي، رغم ان جروس طبعا متمسك ببقاء كاسونجو، لكن ادارة الزمالك يعني عندها رغبة كبيرة جدا في اعارة اللاعب وضم اللاعب النيجيري مهاجم حرس الحدود. كمان الاتحاد الافريقي عاقب القادسية الكويتي بسبب اللي حصل معاها في